السلام معكم بوي. نصف لكم هاد اللحظة بالذات اللي كنحس بها بفرحة عارمة، فرحة عارمة ملي كدير شي مجهود عشيري كتجازى عليه. صيبت الهافرموند شحال وانا مقاتل معاها، شي يومين شريناه وتقاتلنا معاها، مشات لنا كامل. ولكن ديك اللحظة ديال الفرحة ما كتحس بها غير انت، فهمتيني؟ سوا في الخدمة ضربت عمارة، سوا في القراية كتقرا وضربت عمارة، في الاخر كتجازى عليها، فهمتي؟ سواء ماديا او معنويا. واحسن حاجة، احسن حاجة هي تكون تثق في نفسك، فهمتي يا عشيري؟ سوا يقولوا لك انت مزيان، سوا خايب، ما كتخدمش، دير داكشي اللي في بالك، داكشي اللي انت قاد عليه باش من يدير وتبرع فيه. سمعتيني؟ عندك معي شي حاجة ديرة تفنن فيها، غتسرع واحد النار غيبداو يصفقوا عليك، وخا هادوك اللي ما حاملينك شو المحسادة غيبقاو يصفقوا عليك، حيت القدرة ديالك في داك اللعيبة واعرة، سواء في الديزاين اي حاجة. عندك معي شي حاجة ما تخافش من نظرة ديال الناس، عفوا واحد النار داك الناس اللي بداو كيعارو فيك وداك يقولك انت عيان وانت هادي، كيجي واحد النار كيصفقوا عليك وكيبداو يمدحوا فيك، فهمتيني؟ الفرحة اللي فرحت اليوم عارم وعمرها ما غتعاود، عمر هاد الشيء اللي طرى اليوم ما غيتعاود. عيطت على الدراري باش يجيو عندي الهافرموند، واحد اللحظة تشوكيت، واحد اللحظة تصدمت، هاي اللحظة جا عندي موديراتور الهافرموند. هاد اللحظة راه عمرها ما طرات، هاد اللحظة عمرها ما طرات باش يجي عندك موديراتور الهافرموند ديالك باش يشوف الديكور اللي هو كنعتبره انا احسن ديكور في دوفيس حاليا. اسمح لي بدون تعليق، اسمح لي بدون تعليق، هاد اللحظة من يجا بزاف. واخا بنادم باسل، ولكن الخدمة اللي درنا شحال وحنا ضاربين تمار على الهافرموند، وفي الاخر كيجي عندك موديراتور كيعطيك قيمة و كيدخل عندك الهافرموند. يا موتو وبقينا كان انفيتيو في بنادم، وبنادم كيجي كيتفرج. احسن لحظة ملي بديت كنقصر في دوفيس. اش كنقول لكم؟ ضربوا تمار عندك ما شي حاجة كتعرف ديرها، ديرها اخوة. واحد النهار غتلقى راسك في لونفيغورمون اللي خاصك انت تكون فيه، تقدر انت ما تكونش في لونفيغورمون ديالك دابا والناس كينتقدوا فيك، ولكن كتحط في لونفيغورمون ديالك بحال القالب، انت محطوطش في بلاصتك. ملي كتحط في بلاصتك كتحس بالراحة والناس كيمدحوك، تقدر تكون فشي خدمة كتشد الصالير مزيان، دوقني تقدر تكون فشي خدمة ما كتشد الصالير مزيان، علاش؟ حيت ما محطوطش في بلاصتك. بحال شي جوهرة الا ما حطيتهاش في بلاصتها ما غتاخدش الرونق وما تعطيش الجمالية للمكان، ولكن ملي كتشد الجوهرة وكتحطها في المكان ديالها كتعطي واحد الجمالية للمكان. اذا كون في حالك في حال داك الجوهرة، عرف راسك فين تحط وعرف راسك مع من انت باش تعطيك قيمة، وقدم ما كيمدحوك الناس قدم ما كيعطيك قيمة، قدم ما انت كتفتخر وكتعطي اكثر. ثق في نفسك من هذا المنبر كنقولها لك. موديراتور يجي عندك الهافرموند عمره ما طرات، عمره يدخل عندك بعداش، عمره يدوي معاك موديراتور. خدمة الموديراتور هو يورغانيزي يباني لي جون اللي فيهم البساله، هذه هي الخدمه ديال الموديراتور. عطينو بحال هكاك، عطينو سيستم غادي عليه بحالو بحال شي بوت كيباني الناس اللي فيهم البساله والناس اللي كيهاكي ولي بوتش، صافي. باش يجي عندك موديراتور الهافرموند ديالك ويشوف الجماليه ديال الهافرموند، شي حاجه اكسبسيونيل. اسمح لي الحلقه ديال اليوم راه بزاف، عمرها ما غتعاود بعدا. وديما كنقول لكم راه كاين ديما الجديد، ديما الجديد مع بوي. البارح ما درتش حلقه حيت كنت عيان، ولكن
كنحاولوا جاهدا ندير نخدمه ونخدمه الخدمه تخدم الدمر شحال وانا كنصيف هذا المرمو الهافرموند وقلب من هنا ودير من هنا ودير من هنا وحيد هادي يومين ومع 3 ايام ونخدمه في الهافرموند مشى ليا الكوميرس مشى ليا التخربيق كامل زائد ان لي زورغي مشاو ليا وداكشي ولكن في الاخر راه كتفرح عشنا هي راه عطاني واحد لينيرجي ديال 300 عام دا كتشوف ان موديراتور دخل عندك وات ذا فاك انا دا واش كان دو سينو البارح شنو درنا البارح في الليل درت بيكي في الليل جمعتهم درت بيكي ودرت سفينك ترسال في الليل سينو بقيت كندور ليلفاج كنطلع العيبات شحال ديما علاش البارح مبغيتش ندير فيديو ما كانش حاجه اكسيبسيونيل شي حاجه مفرقعه وهادشي اللي بان ليا واقيلا غنبدا ندير سوي طاح ليا شي فكره ديال شي فيديو كما درت الفيديو اللي قبل من هذا شي حاجه كتضحك طاح ليا شي فكره زوينه في بالي او اللي يكون شي ايفينمون اكسيبسيونيل بحال دابا لا سورتي ديال 2.45 ولا داكشي حيت اليوميات كتجي شويه ثقيله على المتفرج ما كيبغيش يبقى يتصنت درت اليوم شنو درت ماشي شغله كتجي شويه ثقيله على القلب ما كيقدرش يكمل الفيديو ولا شي حاجه حنا الهدف ديالنا هو بنادم يضحك هذا هو الهدف ديالنا تدخل الفيديو تفرج تضحك ولا تستافد فهمتي هذا هو الهدف ديالي وصعيبه باش دير بحال هكا حيت ما عنديش انايا مكتبه ديال الافكار في دماغي هذاك الشيء علاش غنحاول نزابي بعض الخطرات حيت ما غاديش يكونوا دابا سيغتو دابا في التطور ديال السيرفر ما كاينش واحد ديفلوبمون ديال لي زيفينمون اذا غنخليو بشويه بشويه طيح فكره زوينه نحاول مهم افكار خدامين الراس راه خدام اما تنساوش تدعمونا هذا هو اهم حاجه حنا كنديروا اللعيبات غير باش فهمتي كمواطن مغربي يهز لكم درابو في توفيس ويتعرف ونتعرفوا اوطون كو دي ماروكان حنا قباح شداد ولا درنا راسنا في شي حاجه دغيا كنجيبوها مودراتور عمرو ما دخل حتى شي عند ستريمر ولا عمرو حشر شي ستريم واش غتقول لي مودراتور راه خدام في اونكا راه مودراتور هاو خونا باش يقول لك هاد اللعيبه هادي خليني من هني هذا مكان ساش دير سبسكرايب كنشوفك سبسكرايب